وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم. أنت يا بديعة سمعي وشهدي باللي راها هي اللي حرشات عبد الله ودفعته باش يفارقني. واخا مزيان، دابا ملي انت مسمع على كلامك راه انا اللي حرشته باش يفارقك. عاطفة مستبدة مسلسل في حلقات من اقتباس احمد ساحري. ضبط الصوت اليوسفي محمد، اخراج الهشمي بن عمر. لكن ما قديتش يا بديعة، ما قديتش ابدا انك نطلب منك حاجه واحده، تقولي لهاد الناس يبعدوا مني ويخرجوا كلهم من الدار، راهم خطيرين بعديهم عليك وبعديني منهم. ارجوك يا بديعة، وليت كنخاف منهم ومن الدار هذيك. حبيبه تكاي عليا، هزي راسك هكذا، خديني معاك يا بديعة، خديني لداركم، بعديني من هاد الناس، ما قديتش نجيب. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات الإذاعية المغربية. حبيبة بركة مليك يا أختي. خذي تاكل الثلج الكيبي يشتيها ونودرها. مزيان قرب لي هذا الكاس، خذ هذا المنديل وعملوا فيه. هو الأول. على بنات اليوم كلهم على سبة، غير كليمة كتخليهم يتقلاو. أنا ملي كنت قدها كانت أعصابي كتحمل أكثر من هذا الشيء. أرى الله، أرى بحثينا وكاش خرب، أرى كينا أعطيها جوج حفات من ثلاثة. هل عاوتاني خرجة حبيبة؟ مزيان هكا حبيبة، شربي دغيا. حبيبة شربي هاد الحبات. شكرا يا بديعة، أنا بخير ولله الحمد، ما كان حتى بس عندي غير أعصابي توترت شوية. ما كاين بس شربي. شنو السبب اللي خلى أعصابك توتر يا حبيبة؟ والو، ما كاين مشكل غير شي خلاف بسيط بينها وبين عبد الله. وهذا الشيء بزاف على خلاف بسيط. عبد الله خرج وماشي معقول. بصفي خرج ضايقوا الحال. أنا الآن بخير، وراني حشمانة من هذا الشيء اللي صدر مني. سير دابا يا محمود تبع خاك، ما موالفش مسكين يشوف بحال هاد المسائل. لا يا لالا غيطة، القضية ماشي هكذا. كتكلمي معايا يا حبيبة؟ هاك خد يا محمود، أعطي هاد الكينات لعبد الله، راني كنشكره. أوف بديعة. ما كاين بس حبيبة، صافي ما تهتميش بهاد الشيء اللي جرى، اهتمي بحالتك. لا، لابد نهتم باللي جرى. أنا راني بخير، ما غاديش نتأسف على مجرى. محمود، واش يمكن ليك تسمح لي واحد اللحظة؟ إيه ما فيها بس، خرج يا محمود عفاك ومن بعد غادي نلحق عليك. واخا لالا، ما كاين مشكل. حبيبة بخير يا بديعة، وانت يا محمود سير شوف خاك ياك ما حتى هو توتر أعصابه وسد الطوق ديالك بوطك، راه الحال بارد. لالا غيطة، بغي نسألك واحد السؤال قبل ما تمشي لبيتك. حتى الغدا يا بنيتي ما في ما يسمع. لا دابا، لان غدا ما غاديش نكون انا في هاد الدار. شنو؟ راه عبد الله فسخ الخطوبه ديالنا. ما يمكنش. اش كتقولي؟ هي بديعة اللي كان هو هذا عبد الله راه فسخ الخطوبه ديالنا، وهذا ما كان. خساره يوقع هاد الشيء اللي قلتي، انا بعدا بقيتي فيا. ما كاينلاش نقري لالا غيطة او تروغي في كلامك، راه قال لي بلي كلمك في هاد الموضوع قبل العشاء وخبرك به. واش مازال دايخة؟ انت اللي حربتي على فسخ الخطوبة. علاش لالا غيطة علاش؟ انا غادي نطلع لبيتي، ما قديت على صداع. لا غير تهناي، ما غاديش ينهينك، انما بغيت نعرف علاش دفعتيه فسخ الخطوبة. اشنو عملت ليك لالا غيطة؟ اشنو شفتي فيا؟ شفتي فيا شي حاجة؟ دوي تكلمي، اش تساليني حتى تحطمي حياتي وتنخزيها؟ ويلا فسخ الخطوبة ديالو معاك هو حر، ويلا شاف المستقبل ديال زواجه منك ما كيبشر بخير، هو حر، ومن الافضل تواجه الامور بشجاعه حبيبه. ادوي قولي اشنو عملت ليك؟ تكلمي. هذا بالضبط اللي قال. حبيبه شنو الفائده دابا من هذا الكلام؟ انا بديعه غير باغيه نفهم علاش عملت معايا هذا الشيء،
اشنو عملت ليها؟ ولكن يا حبيبه خصك تفكري مزيان، خصك تصرحيني يا لالا غيطة، صرحيني. لابد كاين شي سبب عملته، لابد كاين شي سبب كذلك اللي دفعك باش تفسخي الخطوبه ديالي. تكلمي معايا، قولي شنو عملت. يكفي انه فكر في الوقت المناسب باللي انت ما تصلحيش تكوني زوجته. لا، ماشي هذه هي الحقيقه حبيبه. عفاك بركه، واش يمكن تفسري لي اش كان تيقصد من اللي قال باللي السعاده ديال ثلاثه ديال الناس في خطر؟ لابد انه كان كيفكر في سعادتك وسعادته وسعادتي انا كذلك. والخوف من تبقاي بوحدك، وحدك انت، الى ولدك تزوج هذا هو غرضك؟ هذا الشيء عيب، وهذا الكلام ما عندي ما ندير به. ها انت يا بديعه، سمعي سمعي وشهدي باللي راها هي اللي حرشات عبد الله ودفعته باش يفارقني. واخا مزيان، دابا ملي انت مسمع على كلامك راه انا اللي حرشته باش يفارقك. اهلا 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 بك. جيت نشوفك ياك، ما خصك شي حاجه قبل ما تنعس او محتاج لشي؟ لا لا، ما محتاج حتى الحاجه أمي. وجيت كذلك نبهك باش ما تفتحش هذا السرج، راه كاين البرد. وهك هكا وليدي، زيدك هذه البطانيه ربما يجيك البرد. لا لا لا، بلا ما تعذبي نفسك امي، بلا ما تعذبي نفسك. ذكرتني هاد الليله بالايام اللي كنت كنغطيك فيها في سريرك في هاد البيت نفسه. مازال كنتذكر. وكنت كنجلس على هاد الكرسي بالذات ونكلمك على بزاف ديال الامور. الله، كنشعر برغبه في الحديث معك. وفي هاد الليله. ايوا تفضلي. باغي نزول شوقي ديال 4 سنين اللي غبتي عليا فيها يا ولدي. انا ولدك وانت امي، انما شوف دابا الوقت متاخر، انا بغيت نرتاح، بغيت نرتاح. الله، قول لي واش هذيك الايام يا ولدي اللي مشات مالها؟ مشات بلا رجعه. واش مازال كتذكر وانت صغير وانا كنحكي لك طرف هاد العكوزه وجحا واميره في الجزيره؟ كنا كنسرحوا في الخيال. تمنيت لو حضرت معايا بديعه وتجلس معنا. واش ما لاحظتي يا محمود باللي الغرفه ديالك باقيه كيف فارقتيها؟ وحتى الخاميات ديال السراج ما بدلتهمش. مازال كنظن باللي بديعه مازال كتواسي حبيبه. يمكن ربما، وكنت كنظفها كل يوم وبيدي. ربي يخليك امي، ربي يحفظك. واش ما يمكنش زعما تنسى اللي شفتي هاد العشيه وليدي؟ لا لا يا امي. حاول تنسى، انا في حاجه كبيره لولدي الكبير، لولدي الكبير، لانني كنواجه مشكله في حياتي. وخصك تعاوني يا وليدي يا محمود، ساعدني. وشنو هي هاد المشكله؟ شنو هي هاد المشكله الخطيره؟ شنو هي في نظرك؟ اصبحت ما فيا حتى شي نفع. شكون خلاك تظن هاد الظن هذا؟ انت يا محمود. انا؟ ايه، حسيت بلي الحرارة اللقاء ديالك معايا هاد العشية ما كانش كيف عهدتها فيك. شعرت يا وليدي بلي محبتك ما بقاتش كيف كانت، تبدلات. بالعكس امي، حاشا، واش محبتك امي غتغير يعني في قلبي؟ ابدا. ولكن يا وليدي ما كنتيش كتبادلني نفس الفرحة قد ما انا كنت فرحانة برجوعك. في الحقيقة هاد الزمان ما جاب حتى شي حاجة جديدة غير خلى لولدي ينسى ويقطع العلاقة اللي كتربط بينه وبين أمه، هاد العلاقة اللي هي أكبر الروابط الموجودة على وجه الأرض. حتى حد ما كيشك بالعلاقة دي الإنسان مع أمه، علاقة قوية، علاقة متينة. وانت واش عارف الذنب الكبير ديال الولد اللي كيفكر يتخلى على هاد العلاقة؟ معلوم، هذا اسم كبير أعوذ بالله. الأم كنز غالي، الجنة تحت أقدام الأمهات. ولكن مع ذلك في زمانكم شفت بزاف ديال الأمهات منسيات مرميات من طرف ولادهم، وهما يستحقوا الرحمة والشفقة. شحال كتعذب الأم مع ولدها وتربي فيه وتكبر في المسائل أخرى. أش من مسائل؟ مسائل من كل نوع، مثلا الخطيبة، الزوجة. أوه، هذا ماشي معقول أمي، ماشي معقول، ماشي صحيح، وأنا ما كنشوف حتى سبب لا تشكوى ديالك. يعني كنقصد زعما عبد الله
وعود الله خاي وانا ما تخليناش عليك ابدا. حقيقه ما تخليتوش عليا، انما كيقولوا الاولين. اش قالوا؟ قالوا باللي الام هي خير صديق وحبيب الابن. هذا ما فيه شك امي، هادشي ما فيه شك. وانت وانت كتعتبرني زعما كتعتبر امك خير صديق؟ معلوم الله يا ودي، واش كاين في الدنيا ما احلى من الام؟ ولكن ملي تكبر يمكن تخلى عليها. امي امي مازال ما وصلنا لهادشي، ماشي غير انا اللي راجل. الولد واخا يكبر ويولي راجل راه دائما طفل بالنسبه لمو. شكون زعما كيدق في بيتك هاد الساعه من الليل؟ اوه كنظن بديعه وكنتمنى تكون بديعه. محمود. نعم. تسنى. ما تحلش الباب، من الافضل نخرج، ما نبغي نكون زايده عليكم، خليكم بزوج تبقاو على خير. لا لا اصبري اصبري اصبري، تسنى غير دقيقه. انت ماشي زايده عليا امي. انا عارفه في نظرك ما زايداش عليك، ولكن وحتى في نظر بديعة ماشي زايده امي. الله يهديك وليدي محمود. انا عارفه بالامور خير منك. طيب تصبحي على خير امي. ربي يخليك ويحفظك. صحي على خير. انا غادي نخرج من الباب الاخر ديال الحمام باش ما تشوفنيش. اصبر اصبر كل هذا عاشورا. انا ظنيتك بديعة. وعلاش وقف؟ دخل 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 دخل. امي ماشي هنا امي؟ مشات تنعس، كانت هنا وخرجت. خذ 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 وقعد. مالك؟ لا بدا حتى هي ظنتني بلي انا عند بديعة. شنو كتقصد عاوتاني؟ لو كنت انا في مكانك ما كنتش نتقلق. عندك الحق، الامور ديال العيالات بحر غارق. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات الإذاعية المغربية. كنت جالس في بيتي كنفكر. قل لي. نعم. اش غادي يكون رايك في هذا الشيء اللي وقع في هذه الليله؟ في الحقيقه عبد الله انا ما كنفكرش ابدا في اللي وقع. اجو زعما كاع ما هزك ريح، زعما ما خطرش في بالك بلي فوق الخطوبه زعما كنت دائما كتثق في بديعة لدرجه انك ملي تقدمت نطلب يديها اول مره وضحت لي بصراحه تامه بلي ما كتفكرش في الزواج بمره. الشيء اللي جاني نتصدم ونتبين بأنني لا ما كتحبنيش وصافي. ايوا حتى انا. غدا تلتقون مع حلقة اخرى من هذا المسلسل.